السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم. رئيس الوزراء يبحث مع سلطان عمان علاقة الأخوة والتعاون بين البلدين. مجلس الوزراء يوافق على فرض رسوم إغلاق على الواردات من ورق الكرتون. الفريق الطبي هو المسؤول عن إصدار التعليمات الاحترازية في الأنشطة والمناسبات. ومع عناوين صحيفة الأيام والتي نقلت، ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء 910 ملايين دينار الإيرادات في 6 شهور. التجارب على لقاح فيروس كورونا اختيارية وتطوعية. وإلى صحيفة الوطن والتي نشرت، وزير المالية خفض المصروفات المتكررة 5% جنبنا ارتفاعا أكثر حدة. اعتماد 2485 بعثة ومنحة للمتفوقين. ومع صحيفة البلاد والتي بينت، بركات السلمانية تضم 8 متاجر و6 مصاعد. تسجيل يكشف تورط قطر بدعم حزب الله الإرهابي. خفض المصروفات المتكررة للدولة عنوان مقال للكاتب فيصل الشيخ في صحيفة الوطن، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. الأرقام التي استعرضها مجلس الوزراء يوم أمس تبين في أحدها خفضا للمصروفات المتكررة لنصف العام الحالي مقارنة عن نفس الفترة في العام الماضي. بالإمكان ضبط عمليات الإنفاق طالما وجدت الرغبة بشأن ذلك، ولعل تركيز مجلس الوزراء بشكل أكبر على ممارسات القطاعات المختلفة وما يتعلق بمصروفاتها الأثر الأكبر في النجاح باتجاه تحقيق هذا الخفض للحفاظ على المال العام. وفي الشأن التعليمي نقرأ من صحيفة الوطن أن الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم اعتمد خطة البعثات للعام الدراسي الجديد، حيث شملت على توفير 2485 بعثة ومنحة دراسية. نطالع من صحيفة الوطن أن الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينا كشف خلال استضافته في برنامج ترابط 2 عن خطة طوارئ بالتعاون مع وزارة الداخلية للتعامل مع أي تسرب إشعاعي والتعامل مع المواد المشعة. خط الكاتب حسين التتان مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان كيف لنا أن نحيي عاشوراء لهذا العام في ظل فيروس كوفيد-19، فإلى المقال. مع اقتراب محرم الحرام وذكرى عاشوراء، وفي ظل هذه الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد بل والعالم بأسره جراء انتشار جائحة كورونا كوفيد-19، يكون من المتعقل جدا أن نتعامل مع الذكرى لهذا العام بأقلية مختلفة وبتفكير مغاير جدا. من المهم أن نتعايش مع المناسبات في ظل الأزمات بشكل استثنائي للغاية، وذلك من أجل الصالح العام، إذ أثبت الناس في مملكة البحرين منذ بداية الجائحة حتى هذه اللحظة بأنهم على قدر كبير من المسؤولية ومن الوعي بالالتزام بالقواعد الصحية والتي رسمتها لهم الدولة والجهات المختصة. إلى صحيفة البلاد، ونطالع منها أن رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة
قام بزيارة بينانية تفقدية إلى مركز التجارب السريرية للقاحات كوفيد-19 بمركز المعارض والمؤتمرات للوقوف على الجاهزية العامة للمركز لاستقبال المتطوعين لإجراء التجارب. لافتت صحيفة البلاد أن تكلفة المبنى الجديد لبركات السلمانية بلغت 6 ملايين دينار، وستكون رسوم الدخول للسيارة في أول ساعة 300 فلس و 400 فلس لكل ساعة إضافية. هذا ونقرأ من صحيفة البلاد مقالا للكاتب حسين المهدي، والذي جاء بعنوان أرقام تصنع مملكة البحرين، المعارض الافتراضية والواقعية. فإلى سطور هذا المقال. افتتح معرض البحرين الرقمي الأول، الحدث الأول لترويج التسوق، بمشاركة 135 متجراً. حمل تطبيق المعرض 20,000 وأكثر منذ انطلاقه، وزاره 50,000 في أول 3 أيام من افتتاحه. تبين المؤشرات تنامي معدل الزيارات للمنصة في التطبيق ب 460% عنه ما قبل المعرض، وارتفاع معدل الزيارات في الويب إلى 73% عنه ما قبل المعرض. لا شك أن هذه الأرقام الدقيقة لأول 72 ساعة من أعماله هي مؤشر نجاح رائع، يوحي بتجاوب مجتمع مملكة البحرين مع التحول الرقمي والنشاط الاقتصادي الرقمي والتجارة الإلكترونية. نطالع من صحيفة البلاد مقالا آخر بعنوان لبنان وما أدراك، للكاتب زهير توفيقي. فإلى ما جاء في هذا المقال. لبنان وما أدراك ما لبنان. هذا البلد له معزة وحب خاص من قبل الجميع بلا استثناء. بلد عظيم وشعب أعظم بما يحمل من كلمة، فأي بلد يستطيع أن يصمد ويجد مكانه البارز على الخارطة العالمية بعد كل تلك الحروب الأهلية الطاحنة وعدم الاستقرار السياسي؟ شعب يحمل روحا وإصرارا غير طبيعي. دعواتنا المخلصة بأن يحفظ الله هذا البلد ويحفظ أهله الكرام. ومبادرة جلالة الملك عاهل البلاد ملك القلوب حفظه الله ورعاه السريع بإرسال مساعدات طبية أكبر دليل للحب الخالص لهذا الشعب الوفي. الشكر موصول أيضا للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على ترجمتها السريعة لتوجيهات جلالته، وإلى جميع الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر البحريني وجميع من بادر بالمساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل. نتحول إلى صحيفة الأيام ونطالع منها أن الدكتورة مريم الهاجري الوكيلة المساعد للصحة العامة كشفت عن البدء في إدخال المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا في مملكة البحرين، حيث سيتم إجراء التجارب السريرية على 6,000 متطوع ومتطوعة من المواطنين والمقيمين. نقرأ من صحيفة الأيام أن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قال بأن القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين في سوريا علي المحمود قد اجتمع مع الدكتور حمد حسن وزير الصحة العامة اللبنانية لمناقشة إرسال فريق طبي بحريني للمساهمة في علاج الجرحى اللبنانيين وإرسال عدد من الجرحى اللبنانيين لتلقي العلاج في مملكة البحرين. لفت صحيفة الأيام أن هيئة تنظيم سوق العمل أعلنت عن 8 شواقر وظيفية عبر صحيفة الأيام، وذلك في سياق تطبيق الآلية الجديدة بشأن إعادة فتح باب استخدام العمالة من الخارج. بيّن صحيفة الأيام أن أسعار الربيان سجلت استقرارا في الأسعار خلال اليومين الماضيين
إذ بلغ سعر الكيلو الواحد من الروبيان في أغلب الأسواق المحلية دينارين، فيما سجلت أسعار الأسماك الاستمرار في الصعود بسبب شح المعروض خصوصا سمك الصافي. ننتقل إلى صحيفة أخبار الخليج، حيث نشرت أن إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني أطلقت حملة توعوية حول متطلبات الوقاية من الحريق في الأسواق التجارية، حيث قام فريق العمل بتوعية القائمين على هذه الأسواق بالتأكيد على اشتراطات السلامة وكيفية التعامل مع الحريق. طالع من صحيفة أخبار الخليج أن مهرجان صيف البحرين يستمر في تقديم أنشطة متنوعة من خلال تقديم حفل مباشر في الساحة الخارجية لقلعة عراد بن محرق، وذلك في يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 7 مساء، حيث سيشاهد الجمهور الحفل من السيارات فقط. ومن الصفحة الرياضية نقرأ أن اتحاد الكرة الطائرة قرر إقامة نهائي كأس ولي العهد للكرة الطائرة أقل كؤوس اللعبة في الساعة 6 من مساء يوم الخميس القادم على صالة اتحاد الطائرة بالرفاع بين فريقي دار كليب والنجمة. وكالعادة إلى الجولة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. فن الكاريكاتير مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى ختام الجولة الصحفية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.